من القضايا المهمة اللي طرحها مثلا في الجلسة اللي هو آليات بناء الدول والمجتمعات، مسألة الهجرة غير الشرعية، يعني الهجرة غير الشرعية، لأنه الهجرة غير الشرعية بتحصل بتزيد كمان لما البلاد بتنهار. ومصر عملت ده، وأنا بقول لحضراتكم مصر بتتكلم بفخر شديد عن إيقافها لمسألة الهجرة غير الشرعية، وبتسعى إلى أن الدول تستقر عشان ما يبقاش فيها مثل هذه الهجرات. خلونا نسمع الرئيس. أنا ببقى متألم جدا جدا لكل شاب وشابة وفتاة وطفل بيعبروا المتوسط عشان ينظروا إلى غد أفضل، وإحنا هنا في مصر لم يخرج منذ سبتمبر 2016 عندما استطعنا أن نحقق حجم مناسب من الاستقرار والأمن، لم نسمح لأي مواطن أو قارب واحد يخرج من الأراضي المصرية في اتجاه أوروبا لسببين. السبب الأول حفاظا على أرواح المواطنين دول. الحاجة اللي انتوا لازم تعرفوها ان احنا لما بنعمل كده المواطنين دول بيقعدوا هنا في مصر. المواطنين اللي انا بتكلم عليهم دول اللي احنا بنمنعهم ان هم يسافروا بيقعدوا هنا في مصر. طب احنا عندنا معسكرات للضيوف، انا مش هقول اللاجئين، مش هقول اللاجئين، لكن هقول عندنا معسكرات في مصر للضيوف دي؟ لا، ما عندناش معسكرات للضيوف دي. وانا بقول للوزير الالماني والضيف الالماني اللي موجود، من فضلك انزل ونوريهم الشوارع اللي موجوده فيها جنسيات تعمل في مصر كانها مصريه 100%، شوارع بالكامل موجوده فيها جنسيات تعمل تبيع وتشتري وتعيش في وسطنا، وليس لدينا معسكر واحد. انا بقول الكلام ده عشان بقول لما منعنا او احنا مانعين، ده مش معناه ان احنا لا، احنا بندفع ثمن المنع ده، بس بنقول يبقوا موجودين مواطنين عندنا في هنا في مصر ولا يكونوا عرضه للضياع في البحر. النقطه الثانيه اللي انا احب اكدها هنا، واحنا برضو يهمنا استقرار اوروبا. نعم، احنا مش استقرار اوروبا من استقرارنا، وامان اوروبا من اماننا، وعايزين نبقى دايما نظرتنا متبادلة بالطريقة دي. الفكرة واضحة برضو، يعني هو بيطلب أمان المجتمع المصري والدول العربية، وبيطلب أمان أوروبا. فكرة الإنسانية مسيطرة على عقل الرئيس بشكل كبير. بس عندنا حاجتين، الحاجة الأولى أنه من لجأوا إلى مصر من الدول العربية اللي تأثرت، يعني عايشين فعلا كمواطنين مصريين، بيبيعوا ويشتروا ويفتحوا محلات، ولا احد يشعر بغربه في مصر. حتى لو حصلت احيانا مضايقات من بعض المصريين، فدي المضايقات العاديه اللي هو الاحتكاك بتاع الحياه يعني، لكن مفيش منهج ضد من جاء. فدي حاجه. الحاجه الثانيه انه مصر رغم انها تحملت تكلفه ده، فمصر تقريبا الدوله الوحيده اللي ما طلبتش لا من مؤسسات دوليه ولا من الامم المتحده انها تاخد مقابل لاستضافه اللاجئين على الاطلاق، وهي دي الروح برضو اللي مصر بتصدرها. بتلاقي انت في 4 مليون تقريبا من سوريا لاجئين، انت ما عندكش خيمه واحده، مخيم واحد، معسكر واحد محطوط فيه ناس جايين لاجئين لمصر، ومصر بتتعامل معاهم بهذا الشكل. فدي قيمه برضو انت بتقدمها.